صباح الخير ديما حجاوي معنا بالمطبخ نقطة مع دانا سطر جديد يعني خلص اكيد الاكل بدك يا دانا كيف حالك؟ انا منيحه انت كيفك؟ انت لسه طعمت الشوكليت كيك في تمك خليني اشرح لكم انت كنتي الاحد كنت انا ورندا عازر دنيا دنيا وديما حضرت لنا اكل كثير زاكي كان اشي بطاطا اشي كان اشي مالح انا رحت على اشي البيض هذا تبع البيض يس الجيرمان شوكليت كيك لازم تجربوها قدمناها بدنيا دنيا وعن جد عن جد لهلا عم نسالها عن وصفتها جربوها نزلت على اليوتيوب نزلت انا ما كنت شايفتها اليوم لقيت واحدة من صديقات الصفحه اسمها يارا عوده منزلت لي اياها فبدي انزلها بس اروح يارا برضه اصبح عليها يارا بتعرفها تحكي لي انه شوري شعرك سخري شعرك والله هيك يارا صباح الخير صباح الخير كبيره هيك مني ومن دانا اليوم صباح الخير وبدي احكيك عن جد جربوها لانها بتشهي رائعه صراحه انا بلاقيها اسكى شوكليت كيك وشكلها مميز وهي مقاديرها اقول شوي كثيره بس محرزه يعني انا بلاقيها بتستاهل فإن شاء الله إنه بيبقوا بجربوها. طيب أنا إلي زمان ما طلعت معك فبدك تبدعي كمان اليوم. إن شاء الله. كثير. اليوم رح نعمل بيتزا بس بيتزا بصوص الألفريدو اللي هو صوص عادة يستعمل للباستا مع الدجاج يعني هو مش إنه أنا ابتكرتها هي موجودة الوصفة إنه بيعملوا البيتزا بصوص الألفريدو ومع الدجاج والفطر كتير طيبة وأما تحلاي رح تكون عبارة عن كب كيكس محشيين بالمربى وإلهم كريمة ليمون. فرح نبدأ هلأ بالبيتزا رح أعطيكم أنا المقادير بدنا أول إشي للعجينة 3 كوب طحين 3 كوب زيت طبعا الزيت عادة التليان بيستعملوا زيت زيتون أنا بستعمل زيت نباتي لأنه زيت الزيتون تبعنا فيه حد يعني كتير حد ما بلاقي بصلح كتير للعجين بس إذا حابين تحطوا زيت زيتون طبعا بصير رشة سكر معلقة صغيرة ملح كوب ماء دافئ ومعلقة كبيرة خميرة أما الصلصة اللي هي صوص الألفريدو نص أصبع زبدة 4 معالق كبيرة طحين 2 كوب حليب 2 كوب كريمة مكعب مرق دجاج 2 حبة ثوم مفروم ملح وفلفل وجوزة الطيب بالإضافة لبدنا دجاج بدنا رشة زعتر أوريغانو بدنا كوب موتزاريلا وبارميزان مبشورة وفطر مقطع وأوراق ريحان ممتاز فهلأ خليني أبدأ لكم بالعجينة يلا هلأ هون العجينة أنا حاطة 3 كوب طحين رح أحط عليهم رشة ملح هلأ هاي هي عجينة البيتزا التليانية اللي الكل بسأل عنها أنا عملتها قبل هيك بس حبيت أعد لكم إياها لأنه كتير بنسأل عنها هلأ بدنا نحط بس الطحين والملح أول شيء وبدنا ننزل عليهم الزيت النباتي أو زيت الزيتون زي ما بتحبوا أنا شخصياً بفضل النباتي في بلادنا لو أني عايشة بإيطاليا رح أستعمل زيت الزيتون ليه؟ هلا عم بقول انا زيت الزيتون تبعنا اسكى كثير بس فيه مرار فبالبيتزا بالذات بلاقيه بطعم زيت نباتي يعني بس هذا اختياري مش معناته انه ما بصير تستعملوا زيت زيتون طبعا بصير بس هاي انا يعني شيء شخصي يعني اذا حطينا الملح حطينا الطحين وحطينا الزيت خليني اقول لكم هون انا شو حاطه هون حاطه مي وخميره وسكر حتى السكر يساعد الخميرة إنها تتفاعل وفعلاً تفاعلت ونفشت معنا رح أنزلها تدريجياً على الطحين وإذا حسينا إنه بدنا كمان مي رح أزيد بس هو مبدئياً كوب إذن العجينة كتير بسيطة زيت وطحين وملح ورشة سكر ومي وخميرة طبعاً معلقة خميرة طبعاً العجينة بنتركها تتخمر تقريباً ساعة هلأ الحلو إنه الدنيا صيف فبتخمر بسرعة عادةً بالشتاء بتاخد وقت أكتر يعني تقريباً أخذتني 45 دقيقة كانت خمرانة أنا اليوم الصبح عملتها حنزل باقي الخميرة لحالها بتخمر 45 ولا بدنا نحطها ب... بنحطها هلأ بفرجيكم بنحطها بوعاء مدهون بالزيت وبنخليها مغطية طبعاً بنغطيها بورق نايلون أو بفويل أو بصحن بإيش ما بدكم وبنخليها طبعاً تتغطى لحد ما تتخمر هاي هي العجينة التقليدية التليانية اللي هي أنا برأيي بس البيتزا مش المعجنات المعجنات لأنه ما فيها حليب بودرة فهاي هي اللي بتطلع العجينة معاكي هشة ورقيقة أما المعجنات بعملهم العجينة اللي فيها حليب بودرة أوكي طيب حكمل العجينة على إيدي عشان أفرجيكم الطريقة خليني ألبس كفة معني بحبش عجن أبداً بالكفوف كيفك أنت والعجين؟ كتير بحبه أنت؟
لسه ما وصلت هالمرحلة. هو العجين بيجي بمرحلة متأخرة بالمطبخ بتحبيه، مش من أولها. دائما الستات بيخافوا من العجين، فأول ما يبلشوا بالمطبخ بيكونوا بيخافوا، بس أنا كتير بحب العجين وبحب أشتغل فيها وبحب أجرب أشياء جديدة. طيب إذن هلأ بس بدي أنزل كل العجينة، كمل بإيدي عجن. على فكرة كمان ربع ساعة بتبدأ المباراة. صحيح. إن شاء الله يا رب هيك من رؤية ومن دنيا. قلت سمعتك صباح بتقولي أكيد في كتير ناس ما راحوا على الشغل. مزبوط. حتى على الفيسبوك شفت كتير ناس كاتبين إنهم قعدوا بالبيت. والله. هلأ رح نمسك العجينة، طبعا نتمنى التوفيق للنشامة إن شاء الله. هلأ رح أحط العجينة بالزيت ومنخليها، منغطيها طبعا بنايلون. شوفوا ما أحلاها، حتى هلأ لو بتشوفوها بتحسوها هيك مالسة وحلوة. منخليها أوكي ومنغطيها منيح حديت ما تخمر تقريبا ساعة. طبعا أنا جايبة واحدة مخمرة حتى نشتغل فيها وأفرجيكم كيف نعملها. الزيت تلت كوب؟ تلت كوب بس فقط. أوكي. يعني ما تكتروا الزيت، كل ما كترتوا الزيت تطلع العجينة أنشف. خلوها زي ما هي بالمقادير بالضبط. أنا رح أسكر عليها وبحب أسكر بالنايلون لأنه بشوفها قدي نفشت. تمام. أوكي. هلأ إيش نعمل؟ هلأ أنا في عندي عجينة جاهزة بدي أشتغل فيها وبدي أعمل صوص الألفريدو، يعني بدي أبدأ كمان أطبخ فيه على النار. أوكي. هلأ هو صوص الألفريدو هو بشاميل بس معه كريمة طبعاً ومعه فطر وجاج كله بدخل معنا على البيتزا. أصبح طارق حنيطي ولانا شاهين وكل اللي بدوا بكل نشاط ومحبة يبعثوا لنا على الفيسبوك وأحلام كمان. محمود شكرا إليك. طيب دانا أنا هلأ حطيت نص أصبع زبدة. أوكي عشان نعمل الصوص. عم بستناها تدوب بعدين عم بشوف وين حطيت باقي الطحين. أنا اليوم عندي مشكلة مع الطحين. أربع مرات محمد يساعدني موضوع الطحين وما أشوفه أضيعه لأنه عندي لوصفة الكيك ولوصفة البيتزا هلكت لمحمد. بدي مي كمان. في مي؟ لا والله هون هلأ محمد. يا محمد وينه؟ محمد هلأ بقى. طيب إذا بنستنى حتى تدوب الزبدة. هلأ إحنا في عنا معيار دايما سوري دانا للبشاميل اللي هو لكل معلقة زبدة بنحط تقريبا معلقة طحين. معلقة زبدة معلقة طحين. وبدخلها كوب حليب. هذا للبشاميل العادي. أوكي. هلأ في الحالة الطبيعية هلقد بيكون 4 كوب حليب أو 3 كوب حليب مع كوب كريمة، المهم 4 كوب سوائل يعني، مع نص أصبع زبدة و4 معلقة طحين. أما في هاي الوصفة لأنه بدي إياها لبيتزا، بدي إياها تيجي فوق البيتزا، فما بدي يكون الصوص مرق، فرح أقلل كمية السوائل لثلاث كاسات. هيك الطحين تمام. خلينا نحركه مع الزبدة. أوكي. وهون عندي حليب وكريمة. أنا البشاميل تبعي بعمله مع كريمة وحليب، في ناس بحطوا بس حليب طبعاً بصير، أنتوا حرين بس أكيد مع كريمة. صرت أعرف أعمل البشاميل. كنت تخافي تعمليه؟ ليه؟ عشان الكبتلة والقصص. هلأ شوفي الكبتلة حتى لو كبتل دائماً استعملي ويسك، بس تأكدي إنه الويسك يكون سيليكون عشان ما يجرح لك الطنجرة. أوكي. بعدين شو اسمه إذا حطيت المعيار الصحي اللي هو لكل معلقة زبدة معلقة طحين وكوب حليب ما بكبتل. يعني هذا هو المعيار. يعني أولها لازم يكون شوي هيك متماسك بعدين بضله يرخي معه. هلا بس ضل نحط عليه الأشياء اللي بدها تطيب لنا البشاميل. مثل جوزة الطيب رشة صغيرة. أحلى تعليق لهلا وصلني من إسراء. ايش اقرأي لنا؟ تحكي لي بتفائل لما اشوفك الصبح. ما احلاها. انتي وديالا. شكرا يا اسراء. يعني بحب انه لما تشوفونا سواء انا او اي حدا من زميلاتي انه تتفائلوا. ان شاء الله نهاركم دائما ان شاء الله دائما متفائلين. وهلا رح احط مكعب مرق بزكي البشاميل كثير بيعطي نكهه. واخر شيء بدي احط سن توم. هاي التوم عشان يعطي الفليفر تبع الالفريدو صوص اكثر لانه هو فيه توم. أوكي. خلينا ننزلها. هيك صاروا مقاديرنا تعون الصوص جاهزين. شايفين سماكة الصوص؟ طلعي كيف مجلغم يعني مش ما برجع بنخلط خلص متماسك. تمام. هذا اللي بدنا إياه. تمام.
أحلام تحكي لك صباح الخير ديما ودانا شعراتك حلوين شكرا يا أحلام تحكي لك إنه ما عملتي لي الزلابية النابلسية مع مربى الزلابية مع مربى القرع مزبوط والله مش بس أنت مين طلبوا مني هديك المرة وأنا طالعة من هون مين سألني عنه حدا من بيشتغلوا برؤية قالوا لي إنه أمه أو خالته بدهم الطريقة إن شاء الله ببقى بعملها يوسف بحكي لك لما نعمل عجينة البيتزا بتتقلص شو العمل لنخلي العجينة بالطول المناسب سؤال كيف جرب طريقتي يعني جرب الوصفة تبعتي يمكن الوصفة اللي عندك مثلا ناقصها إشي بعدين يعني هلأ رح فرجيك طريقة لتحط البيتزا في الصواني كتير سهلة ورح تنبسط عليها أنا هلأ بدي أحط نقطتين زيت بس ليش بدي أحط الزيت ما بدي إياه طبعا يدقر بالبيتزا أبدا بس أنا بدي أحط ورق الزبدة أخليه يلزق على الطاولة فأنا مستعملة الزيت زي كأنه صمغ عشان يثبت عشان ما يضل يتحرك معي وأنا بشتغل يعني هلا هاي الحركه احسن من لما نحط طحين لا رح احط طحين بس انا رح استعمل هذا حتى اقلب فيه بعدين البيتزا هلا رح افرجيكي طريقه كثير حلوه طيب هلا بدي احط شويه طحين دانا واطول من انا قلت لكم اني رح استعمل العجينه بدون كفوف لانه مش رح اقدر اعجن في الكفوف صعب هلا هي العجينه الخمرانه عندي اوكي شايفين ما احلاها شو ملسه وما بتحسوا فيها هيك يعني مطاطيه بس بنفس الوقت ما بدنا اياها تكون كثير مطاطيه لانه احنا هاي العجينه هي اللي بدها تكون زي البسكوت يعني هي بتكون مقرمشه البيتزا الايطاليه رفيعه صح رفيعه ثن هلا بدي ارقها كثير حلو انكم لو يعني بتصيروا ترقوها على ورق الخبز مش ورق الزبده ورق الخبز اللي هو البارشمنت بيبر كثير اسهلكم لما بدكم تنقلوها على الصينيه هلا رح افرجيكم الطريقه كيف طيب انت بتعجني وانا بدي اصبح على اللي بيحضرونا محمد ابو دريا صباح الخير صباح الخير لاحلى طاقم وسوسو كمان تفاحه شكرا على الحكي الحلو وايضا نبيل عماري تصبع لي طبعا نبيل عماري صباح الخير وراما جبران حداد ملك العيسى عجينة البيتزا أساسية لكل وصفات البيتزا أكيد طبعا لكل وصفات البيتزا إذا بتحبيها رقيقة برجع بعيد إذا بتحبيها تخينة بدك تحطي الوصفة اللي فيها حليب بودرة أوكي. حليب البودرة هو اللي بيساعد على نفشان البيتزا أوكي. سيرينا حلو اسمك سيرينا سيرينا بتسألك بصير نحط للعجينة خميرة فورية إحنا حطينا خميرة فورية هلا هي صواني البيتزا على فكره هدول موجودين بالسوق بسعر كتير رخيص بفضل انكم تجيبوهم لانهم مخزقين وكتير سهل انكم تقلبوا فيها البيتزا للي بده يعرف من وين يسالني تحت الهواء وراح اقول لكم من وين بتجيبوها في عندنا هون صوص الالفريدو البارد هو بيكون زي ما قلت لكم سميك هلا راح افرجيكم سماكته عشان نقدر نحطه على البيتزا بدون ما يبللنا العجينه هلا راح احط تقريبا مقدار هيك معلقتين كبار أو حتى شوي أكتر قد ما بتحبوا يكون فيها صوص يعني هاي صوص البشاميل أوكي فتخيلوا أنتوا بيتزا مع جاج وبشاميل قدي رح تكون زاكية ومختلفة طبعاً هاي بكل محلات البيتزا هلأ بيعملوها وكتير الناس مفكرينها إنها اختراع وإشي صعب كتير ناس طلبوها مني إنه كيف بتنعمل وروح يدوقيها بالمطعم الفلاني وقولي لنا كيف تنعمل فكتير بسيطة في كمان عم بيسألوكي إنه لولو البيتزا بتطلع يابسة إذا استعملنا أو عملنا نفس طريقتك إن شاء الله لا هو مش معنا. بالعكس هو أنا طريقتي شوي مقرمشة إذا أنت بدك إياها العجينة طرية بدك تحطي حليب البودرة يعني بتعمليها أقرب لعجينة المعجنات من لعجينة البيتزا وبرضه يمكن تكوني عم بتحطيها بالفرن فترة طويلة يعني بدك تنتبهي طريقة الخبز قديه رح نحطها هلا بالفرن على فكرة الرقيقة بس بتاخذ ربع ساعة لثلث ساعة أوكي والأخمل شوي أخمل بتاخذ 25 دقيقة تقريبا طيب هلا في عندي فطر اوكي الفطر رح احطه بهاي الطريقه وفي عندي الجاج الصراحه جبته مقلى لانه ما عملت يعني ما فيه فن بس حطيت مقلايه فيها زيت نباتي قليت صدور الدجاج وبعدين حطيت عليهم رشه زعتر الزعتر الناشف العادي وبرضه جبته لو بدنا نرجع نزيد هلا شوي على البيتزا افرجيكم كيف يلا بدي اقرا من الفيسبوك ديما طب اقراي خلصت انا هلا بدي احط الدجاج والجبنه عندنا بارميزان وموتزاريلا طيب خلص اقراي يلا مجد صباح الخير اللي عم بيسالوا عن البيتزا المقادير رح ارجع اعيدها كمان شوي دانا ملابعه شكرا يا دانا الكل بيصبح عليك وبشكرك على اكلك اشتقنا لاكلاتك هي المقادير باسفل الشاشه عم بيظهروا
بيان دباس، عملنا تقرير للمنتخب أكيد. رزان بطاينة شكرا إليك، وديانة طبيشات، سلمى برضو من وين الصينية، الصينية موجودة بكتير أماكن صح؟ هو موجودة في كذا مكان، بس أنا هدول عجبني لأنه سعرهم مش كتير مرتفع. اليوم بحط لكم على صفحتي من وين. طيب براء العجلوني صباح الخير. براء بتعرفي براء أخت نورة العجلوني؟ كانت معنا برؤية. نصبح عليك ونصبح على سلام نورة. سلام عليك يا حبيبتي براء، اشتقنا لها لنورة. إذا أنا مش غلطانة خليني أشوف بالله الشكل الاسم لأنه صباحه دمدومتي، صباحه انجلز، هي حبيبتي الله يسعدها. وابتسام، هبه برهم صباح الخير. رنا نمراوي صباح الخير، يسلموا على هالانامل الذهبيه يا ديما. يا حبيبتي الله يسعدك يا رب. ليندا نصبح عليك هلا، بس بنحاول انه البشاميل ما يوصل على الحفاف كتير حتى ما يحترق معنا، يعني يكون تركين تقريبا نص سنتي لسنتي على حفاف البيتزا. وهلا بدنا نحط الموتزاريلا، وطبعا انا جايبه بارميزان للي بحب، اللي ما بحب بحب بحط بس موتزاريلا بس. سؤال، هلا الدجاج كيف عملتي؟ الدجاج قليته لانه عليه شيء صح؟ قليته بملح وفلفل وزعتر. زي ما حكيت لكم ما بتاخذ اكثر من، انا اخذت معي ثلث ساعه لانها كثير رقيقه، فما بدكم اياها تنحرق. رح افرجيكم الجاهزين اكيد على ايش. 180 180